أول حاجة بغيت نقول مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عند أولغا ومرحبا بينا كاملين عند أولغا. ما شاء الله كيف ما كتشوفوا باش تكون ماركة مغربية 100% صنع هاد شي كامل ومفتخرين انه موروكان براند. هذه راه حاجه زوينه بزاف وتبارك الله عليكم، ونبغي الناس يجيو يشوفوا حيتاش تبارك الله اون مارك اللي غزاله. فتره الوهم ديالي كيفاش دازت؟ صراحه دازت صعيبه، ماشي سهله، ماشي بحال ولدي. ولدي سبحان الله الولد تيكون ساهل، كاين اللي كيقولوا العكس. انا في هاد الحماله ولدي ساهل، كان ولدي ساهل ما حسيتش به. هاد الحماله تكرفصت، طونسيون، الدوخه، كنت تنعيا بزاف، وتا انا ما عطيتش لراسي الراحه حيتاش كانوا عندي يعني كانت عندي خدمه اللي كان خاصني ضروري نوقف بيديا وكل شيء ديال المراه المغربيه. اختي شديري على من توهمت على ولدي؟ لا توهمت عليه بالزوين. شي انا راجلي فاش كنت حامله بفارس كنت تنموت عليه زعما اكثر من القياس، داكشي اوفر وقعت لي مع ولدي. المهم ولكن انا راه باغيه بنتي تشبه ليا باش يجيكم من الاخر، خاصني توهم على راسي. كلشي كيقول لي نهيله خاصك تشوفي في المرايه، شوفي في المرايه. ما كندورش من جهتها ولكن عندي احساس غتجي كتشبه ليا ان شاء الله. ايش كان احساسي؟ واش غنقول لك؟ عرفتي وحق الله العظيم الا كنت كنغمض عينيا وكنحلم بديك اللحظه ديال الطبيبه كتقول لي عندك بنت، ولا درت البيبي شاور ولقيت عندي بنت. ما كنت فاقده الامل انه عندي بنت، ما عرفتش علاش واحد الاحساس لداخل ديالي كيقول لي الله راها بنيتها. ولكن كنت تنقول صعيب باش الحاجه تكوني كتبغي باغياها وتجيك، ماشي ديما كتوقع. والحمد لله فاش عرفتها تخلطوا جميع المشاعر تخلطوا. الزوج ديالي واحد الفيديو راه كنقز عليا السيد نساني واش رانا حامله، كيموت على البنات. هو كان باغي فارس، كان تيتمنى يكون زعما فاش كنت حامله كيتمنى ان تكون بنوته، وسبحان الله العظيم هذه ما طلبتهاش منه وما بغيت. صافي هي راه عارفه العفريته، وراه سولاتني وقالت سميه، قلت لها غتعاودي السؤال والله لعطيتي. شوفوا بلاتي لا عندكم، شوفوا ما متاكداش منها، ولكن خلوني نسمي انا الاولى عندك الساعه ما عنديش المشكل. بالعكس ولدتي الاولى ما كانتش صعيبه، وهاد المره حتى هي غنولد سيزاريان ان شاء الله، يا ربي تدوز لي بحال الاولى. ما نكذبش عليك، شنو كيخلعني من الولاده النورمال؟ هي ما كاينش ما احسن منها طبعا، ولكن تنسمع صحاباتي شحال من وحده بقات توجع 14 ساعه 15 ساعه في الاخر دازت سيزاريان. اختي اللهم مشي دي معايا الشوينطه ديالي، نمشي طن طن عارفه وقيتي ولا احلى. ورا اختي راه كلشي حامل، وكذبوا راه ما كذبوش، راه كنا حاملين، كلشي حامل كلشي عنده بنت. هذا ام البنات اختي، ما اش نديرو ما ندير. شوفي والله الا راه الناس يشوفوا راه اختك من هادي لهادي 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 لتماره. وكنقول لك صحاباتي اللي زعما صحاباتي ديما كنقولوا صافي هاد الويكاند غنتلاقاو، تصدق داك الويكاند خارج عندي شي حاجه كنصدق ما مشيتش، مشغوله ديال بصح
والعيا ديال الحماله كندخل شي كندخل مع ديك الربعه الخمسه الفلاشيه لداري كندخل مهدوده ديال صافي بغيت نبقى غير في الدار من 8 الصباح عندي خدمتي. لا 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 ماشي على المعرض ان شاء الله غيكون في شهر 12 ولكن عندي خدمتي انا عندي خدامي من غير يعني دي بروجي ديالنا اللي من غير ما يعني ما مبينينش في السوشيال ميديا وما لهم حتى علاقه مع السوشيال ميديا يعني كاينه تماره وتماره كاينه وداكشي علاش ولا ما وقفتيش بيديك ما شاء الله زعما ما شاء الله واش ليكم لما وقفتوش بيديكم كتلقاو غير حاجه كتكون مقاده كتلقاوها تخربقات وكتوليو غير في الفقصه اللهم توقفي بي. قضاء شوفي شوفي قضاء وقدر كل شيء كيقدر يوقع في هذا الشيء وراه هذا الشيء راه كيكون يوميا وتقريبا نقدر نقول لكم كل ساعة الله يرحم السيد اللي مات والله يوقف معاها ونبغي نقول لها بلي شوفي ربي مكتب هذا الشيء من نهار تولدتي يعني ماشي انت الوحيدة غير هي فاش تكون شهرة كتكون ضريبة شهرة كبيرة الدية ديالك وصلي ودعي وما تنسيش دوك الناس ما تنسيش عائلته واعتبريهم عائلتك والله يكتب لك اللي فيها الخير. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.